هل أضاعت الفرص الشرعية؟ وهل نحن الشعب اليوم سنتحمل مزيدا من الانهيارات الاقتصادية؟ تنهار المؤسسة العسكرية وتنهار المؤسسة الاقتصادية. كيان يدير مجتمع، إدارة المجتمع ليست عملية جديدة، التاريخ لديه يعني قائمة من الآليات التي يمكن بها إدارة المجتمع بالشكل السليم، لكن كل هذه النظريات التي قد وضعت عبر التاريخ تتفق على شيء واحد، وهو أن إدارة المجتمع ترتكز على مرتكزين أساسيين. المرتكز الأول هو توفير الحماية، المرتكز الثاني هو توفير الرعاية. إذا ما تمكن المجتمع من الوصول إلى سلطة بشكل ما توفر له هذين العنصرين، فنحن نقول هنا تكون مجتمع يمكن أن يسمى كشعب أو دولة. الآن عندما ننظر إلى الوضع القائم في اليمن، الحكومة وهي المفترض بها صاحب السبق في إدارة الإدارة المجتمعية، هل توفرت للحكومة هذه المرتكزات الاثنين اللي هي مرتكز الحماية ومرتكز الرعاية؟ مرتكز الحماية يستند على 3 عناصر هامة لا يمكن تجاوز أي منها. المرتكز الأول هو قوات الدفاع أي الجيش، المرتكز الثاني هو قوات الأمن أي لتوفير الأمن الداخلي بالإضافة إلى الأمن السري الداخلي والخارجي، والمرتكز الثالث هو القضاء. هذه مرتكزات الحماية الثلاث إذا لم تكن متوفرة وتعمل في سياق موحد، فالحكومة لن تستطيع أن تقوم بالجانب الآخر من مهمتها وهو توفير الرعاية، لأن الحكومة ملتزمة بوضع استراتيجيات وخطط. هذه الاستراتيجيات والخطط طبعا فيها حركة اقتصادية وفيها أموال كثيرة، فإذا لم تكن الأدوات الحماية بيد الحكومة نفسها فيستحيل على الحكومة أن تحمي استراتيجيتها أو أن تنجح. الأسوأ من ذلك أنه إذا لم تكن لدى الحكومة أدوات الحماية التي من المفترض بها أن تقوم بواجباتها من خلالها، فإنها تتنصل عن المسؤولية، ويكون هذا هو المدخل الرئيسي لكل أنواع الفساد في الإدارة الحكومية. عدم تمكين الكيان الذي يدير الدولة من مرتكزات إدارة الدولة الكاملة بشقيها الحماية والرعاية سوف يكون مدخل لفشل بلا شك. فعندما نلاحظ أن الحكومة الآن هل نناقشها عن أداء الجيش، وهل الجيش يقوم، هل لدى الحكومة، وأنا أتكلم عن معين عندما يقبل أن يتولى منصب رئيس الوزراء وهو غير قادر على أن يمسك بملف كل القوات المسلحة داخل البلد الذي يديره، هذا عبء. أنا لن من الذي يقبل بهذا إلا إذا كان له أغراض غير واضحة. أما شخص يقول أنا سوف أقوم بإدارة هذا المجتمع وأخذ معطيات الرعاية وأتحملها، ثم لا يقوم بيدي معطيات الحماية التي أستطيع أن أفرض هذه الرعاية وأن أحميها وأن أحمي مصالح الناس، هذا عبث. لا يمكن أن يستمر الوضع بهذا الشكل. نحن نعرف أن هذه التشكيلة القائمة الآن هي نتاج للاتفاق الذي حدث في الرياض، والاتفاق الرياض كان نتاج لضغوط وإشكاليات متراكبة، من الصعب علينا الآن أن نقول يمكن للحكومة أن تقوم بدورها بأي شكل من الأشكال ما لم تكون قادرة على السيطرة على مرتكزات إدارة المجتمع بشقيها الرعاية والحماية. عندما نأتي إلى موضوع الرعاية في هذه المرحلة، ما هي الإمكانيات المتوفرة للحكومة كدخل؟ ليس هناك موارد حقيقية. إذا كان النفط قد تم إيقاف تصديره، فما هي موارد الحكومة الآن التي نقول بأن الحكومة ملزمة بتوفير الرعاية للمواطنين من خلالها؟ لا توجد. نحن نستند أساساً على الدعم الخارجي، وما يخص الحافظة الضريبية والجمركية فأغلبها تذهب إلى الميليشيات في صنعاء لأن الكثافة السكانية لا زالت في تلك النقاط. فالإشكالية ليست بالسهولة أن نحمل الحكومة، الحكومة قبلت مهمة ولم تأخذ الأدوات التي تمكنها من إنجاح المهمة هذه. فأنا أتمنى أنه ما دام الجميع موجودين الآن في الرياض بأن يتم الضغط في الطريق الوصول إلى توافق معين يجبر أو يمكن من يقوم بإدارة الشأن المجتمعي من شقي الإدارة الضروري وهما الحماية والرعاية معا تحت نفس أو فوق نفس الطاولة. إذا ما وصلنا إلى هذه المرحلة وقتها نستطيع أن نحمل من يفشل المسؤولية، وسيكون واضح من الذي فشل. فأتمنى أن يكونوا في الرياض الآن على مستوى المهمة الآن ويتمكنوا من الوصول إلى تسوية تجعل هذه الأدوات كلها على نفس الطاولة حتى يستطيع المواطن أن يعرف
أين الفشل وما أسبابه؟ هذه من وجهة نظري مبدئيا. تفضلي. وكافة المؤتمرات وفي كافة كذا كنت معارضة، وأنا من داخل المؤتمر الشعبي العام كنت أشكل معارضة ومعارضة قوية جدا، إلا أن عندما أضع في الميزان حكومة الشرعية اليوم أم حكومة تلك المرحلة، أقول لك كان لدينا دولة وكانت هناك دولة أيا كانت إخفاقاتها، إلا كانت السيادة والاحترام لجواز السفر اليمني، وكانت يعني كل شيء كان على الأقل. يا أعتقد دكتور، الحكومة كان للإصلاح أيضا موجود داخل هذه الحكومة، وحصل أيضا عملية إقصاء كبيرة جدا كان بها الإصلاحيون في الحكومة لكل من هو مؤتمر داخل مؤسسات الدولة في حينها، وقاموا بثورة ما يسمى ثورة المؤسسات، الهدف منها إقصاء كل المؤتمريين أو من ينتسبون إلى حزب المؤتمر داخل كل تلك المؤسسات. وكان هذا إجراء يعني إجراء انتقامي غير منطقي، باعتبار أنه العداوة لكل ما هو مؤتمري، لم يكن هناك تشخيص حقيقي للوطني من غير الوطني، وإنما كانت العداوة لكل ما هو مؤتمري بغض النظر وطني أو غير وطني، شريف أم فاسد، هذا لم يؤخذ بعين الاعتبار. كان هناك عملية انتقامية من كل ما هو مؤتمري بإزاحته من كل وظائف الدولة. كانت نتيجة هذا الإقصاء هو تحالف غير معلن، هو ردة فعل بالأحرى، ليس تحالف، هو ردة فعل مع الحوثي نكاية في الإصلاحيين. بعد أن حصل هذا الكلام، قام الإصلاحيين عندما تولوا الشرعية وتحالفوا مع عبد الرب منصور هادي وكانوا في مأرب، قاموا أيضا بإقصاء كل المؤتمريين وتخوين كل المؤتمريين، وأصبح هذا حزب خائن، وأصبح إلى آخره، وكانوا لا يوجد شرفاء في اليمن ولا يوجد وطني غير حزب الإصلاح. واستمر هذا الإقصاء، والذي كان نتيجته أنه الاستحواذ على مراكز الدولة، على مناصب الدولة، على 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 إيرادات الدولة كلها، وأقصوا يعني كل الناس واستحوذوا هم على مفاصل الدولة، حتى تمت المعادلة مؤخرا من خلال تدخلات إقليمية. في الأخير، ما أريد أن أوصل الرسالة التي أريد أن أوصلها، أن عملية الإقصاء لن توصل إلى نتيجة، عملية الإقصاء لن تحرر صنعاء بل يستفيد منها الحوثي. عملية الإقصاء والفساد الذي مارست قيادات داخل حزب الإصلاح مثل علي محسن الأحمر، وهذا الكلام مثبت، نحن لا نتجنب، وبالتالي لا أحد يجي يدافع لي على الأشخاص. أنا هنا لست بصدد الدفاع عن عفاش ولا بصدد الدفاع عن أشخاص، أنا أبحث عن وطن، ومن أبحث عن وطن لن ينغمس أو يغرق في الدفاع عن شخص سين أو صاد أو عين، لأنه هذه ليست مهمتي أنا الآن وليس دوري، والأشخاص ليسوا وطن، عفاش ليس وطن، والحوثي ليس وطن، وعلي محسن علي صالح ليس وطن، والأحزاب ليست وطن. أكرر وأعيد، نحن ضحية لكل هذه المناكفات اليوم، لكن بقاء عملية الإقصاء من قبل أي طرف سياسي معناتها أنه خدمة للحوثي. أي طرف سياسي اليوم يقوم بإقصاء الآخر هو يخدم الحوثي أيا كان هذا. الوطن لو راح يا دكتورة لن يعود، الوطن مشكلة، الوطن هي اليمن، اليمن من قبل ما نولد ومن بعد أن نموت، آباءنا وأجدادنا، واليمن باقي. لذلك عندما نتحدث عن اليمن كوطن يجب أن نحافظ عليه كوطن. لا أمجد، سيبك، أنا لست بصدد تمجيد أشخاص وأن أخبط، نفتح حسينيات ونخبط مثل الجماعة الشيعة، نبكي على علي عبد الله صالح، ونبكي على عوض عارف الزوكا، كان من أوفى الناس، رمز في الوفاء، وأنا أعرفه شخصيا. أنا أتحدث اليوم عن وطن يا دكتورة، لا نمجد أشخاص، دعونا لا نغرق في الأشخاص رجاء. تحياتي هل في خاصرة اليمن؟ ضربة كانت قوية جدا، وتقسيم اليمن إلى 7 أقاليم، ما سمي ب7 أقاليم، صحيح قد يكون لها إيجابياتها وقد يكون لها سلبياتها، لكن في ظل بلد مفكك، بلد ضعيف، بلد متناحر، تم تقسيم الأقاليم بشكل طائفي وشكل يعني فيه يعني انتقائية، فهذا هيدخلنا مرحلة. اليوم لا المؤتمر الشعبي العام يمتلك رأيه، ولا الإصلاح، ولا الحوثي، ولا الانتقالي، ولا أي طرف. خليكم من الاستعراضات، وخليكم من الكلام الفاضي اللي بيدار في المساحات. هذاك يقول أنا لو واحد لماذا يا منهم أستاذة يقول، هنورة قدمت استقالتك من المؤتمر؟ ممكن هذا السؤال توضحي؟ لو سمحت أنا بين أخوك في موضوع. لا لا هذا طيب، احنا بس تركزوا، لأنه نجلس ندور 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 ندور، لن نخرج، لن نخرج والله العظيم، إنه يراد بنا كيمنيين ان نبقى ندور حول انفسنا، وان لا نشاهد الان على يا اما ان احنا عن جسم نتناحر او ان احنا. ركزوا جيدا في موضوع الاتفاق السعودي الايراني،
وهذا مهم جدا ومن يعلق على كل المداخلات التي موجودة، وبإمكانك يا سعادة المستشارة أن تعلق وتتداخل في أي وقت. تفضل. شكرا، شكرا لك الدكتورة. حقيقة عندما نتحدث عن الحكومة الشرعية، هو لا يوجد شيء اسمه حكومة شرعية. اللي موجود لدينا الآن هي حكومة توافق أصلا. فالحكومة الشرعية إذا جينا للمسمى الرئيسي فهي تبدأ بوجود السلطات الشرعية كلها، عندك السلطات التشريعية، السلطات التنفيذية والسلطة القضائية، لكن الموجود الآن لدينا هي حكومة توافق. وتبدأ حكومة التوافق في وجود الاختلالات فيها بسبب الإقصاءات اللي كان الدكتور محمد حامد تحدث عنها. الإقصاءات لها يعني تأثير كبير في سياق أي تنظيم، أي مؤسسة، وبالذات عندما تكون حكومة في وضع مثل الوضع اللي احنا فيه. فالإقصاء يبدأ بأن يرى الشخص أو الكيان الذي يقصي الآخرين بأنه مؤهل للقيام بالمهام. فسمعت أحد الأخوة بيتحدث يقول أنه كان لدينا من هم مدرسين واستطاعوا أن يقودوا الجبهات أفضل من الضباط الأركان. يا عزيزي، أنت عندما تتحدث عن ضابط حصل على درجة الركن، معنى أنه قادر على قيادة يعني قوات مشتركة، معناها أنه عنده خبرة في آليات المسارات العسكرية للتعامل مع الدروع، للتعامل مع الدفاع الجوي، للتعامل مع الاتصالات، للتعامل مع كل هذه الأشياء. لكن أن تأتيني بشخص مدرس ولأنه قام بخطبة جيدة فهذا سوف يقود المعارك وسوف يتمكن، قد يقود معركة كويس لأنه حمس الناس، لكن في نهاية المطاف سيسلم المنطقة كلها بغباء عدم الخبرة، وهذا ما حصل تماما. فعندما نقول أنه نحن لدينا من يقوم بالمهام ولسنا بحاجة إلى الآخرين ونقصيهم، هذا هي الإشكالية التي ابتدأت تخلخل عمل الحكومة. لكن عندما نقوم ونقيم الحكومة الآن، هل من مهام الحكومة أن أيضا تقود الجبهات العسكرية؟ أنا سمعت معين بيقول أنا لا أتدخل في الأمور السياسية والعسكرية، أنا مهمتي فقط الأمور التنموية والخدماتية. فهل هي حكومة حقيقة؟ هل هي قبولهم بأن يقوموا بهذا الدور؟ أنا أظنه إما أنه عن جهل قبلوا بدور أن يقوموا به ودون أن يكون لديهم كل الوسائل التي تمكنهم من إنجاح هذا الدور، أو أنه فقط بحث عن مصلحة وتكسب. لأن لا أقبل بأن أتحمل مهمة وأنا أثق بأن وأنا أعلم بأن الأدوات التي ستمكنني من أداء مهمتي ليست بيدي. فعندما أقبل بهذا فأنا في ذات الوقت جزء من المشكلة ولست جزء من الحل. فعندما نعود إلى الاعتراف بأن نحن أمام حكومة توافق، هذه حكومة التوافق أيضا كما ذكر الدكتور عمر لا نزال اليمن ككل في إشكالية البند السابع. فيجي البعض يقول لك كل إرادة اليمن تأخذها دول التحالف. يا أخي، ما هي إرادة اليمن التي تتحدث عنها؟ وين هي هذه الإرادة الكبيرة التي بإمكانها أن تنقذ الشعب؟ نحن كل حركتنا الاقتصادية معطلة وتعطلت منذ بدء الانقلاب يعني. فما هي الإرادة التي سرقتها عليك دول التحالف التي الآن تطالب بأنها كانت السبب في التآمر من أجل أن تأخذ إيراداتك؟ كلام فاضي. نحن يجب علينا أن نعرف بأن فشل الحكومة يبدأ في أنه لا توجد استراتيجية وطنية عليا. غياب الاستراتيجية الوطنية العليا هو الذي يجعل الآخرين يضطروا للتدخل في أمورك الخاصة، ومحاولة فرض تسوية بشكل ما لأنك لم تتقدم باستراتيجية وطنية عليا واضحة المعالم مزمنة وبآليات محددة تستطيع أن تفرضها ومن ثم السير عليها. عندما نقول حكومة شرعية ونحن دولة ديمقراطية، كيف أرى أن يمكن أن يستقيم الوضع بوجود حكومة بلا معارضة؟ وأنا أتكلم عن نظام ديمقراطي. عدم السماح لوجود معارضة وطنية في صف الشرعية تسير في نفس ركاب الهدف الوطني الشامل، لكنها تعمل على الإشارة إلى الأخطاء وتعمل على تصحيح الأخطاء وتعمل على تقديم رؤى ودراسات معاكسة لما تقوم به الحكومة. غياب المعارضة الوطنية الشرعية وإقصاءها بشكل كامل كان أحد الأسباب أيضا. فهنا نعود إلى أنه الوضع حقيقة المملكة العربية السعودية قامت بدور ما أستطيع أن أرى أن هناك دولة قد ساعدت دولة مثلما قامت المملكة العربية السعودية مع اليمن في بالذات في هذه الفترة الأخيرة يعني. ويجي البعض يقول لك لا، هم بيحاولوا أن يستغلوا ويسرقوا
ممتلكات. كلام فاضي يعني. فاحنا علينا اولا نعرف ما هو وضعنا وما هي متطلبات الخروج من الوضع هذا. بدون وجود استراتيجيه وطنيه عليا واضحه ومحدده لن نستطيع ان نخرج من هذا الوضع. واذا انتظرنا للاخرين ان يضعوا لنا استراتيجيه فبكل تاكيد هم حتى ولو حاولوا بحسن النوايا لن تكون على مقاسنا. لانه لابد ان تكون للاستراتيجيه ان تكون ناجحه وان تكون منضبطه، ان تكون صادره من صاحب الأمر، من الوطن، من داخل المجتمع. فالأشخاص الذين وضعوا وقبلوا بأن يكونوا في تصدر المشهد وهم يعلمون بأنهم إما غير مؤهلين أو أنهم لا يمتلكون الأدوات التي تمكنهم من القيام بمهمتهم، هم يتحولوا إلى جزء من الإشكالية. وهذا هو فعلا ما نراه اليوم. نحن بحاجة إلى إعادة دراسة مفهوم أو استراتيجيتنا الوطنية العليا، ومن ثم وضعها بطرق تكون مقبولة، وبعد هذا نستطيع أن نقول الآن ننشئ حكومة توافق على ضوابط محددة. لكننا دخلنا في مغامرة وبدون أي ضوابط وبدون أي رقابة، وبالتالي كانت يعني مدخل واسع للفساد. ويبقى الفساد هو 70% من إشكالية استمرار الإشكالية مرتبط بالفساد والمصالح الشخصية والمصالح الذاتية، وبالتالي بمصالح الأحزاب والكيانات. فنحن نبحث عن تسوية يقوم بها الآن الدول التحالف. دكتور محمد، فضل. هل تتوقع أن في أحداث قادمة؟ يعني أنا بين شاهد المشهد الموجود اليوم، في شيء سوف يحدث الفترة القادمة؟ يعني إحنا نتوقع سيلخبط كل هذه الحسابات وهذه المساحات اللي بيضيع فيها الوقت 5 و6 ساعات، واحنا يعني احنا زي ما حصل في مشاورات الرياض، فجأة في يوم وليلة ظهر موضوع انه هادي ومغادرتها المشهد السياسي هو علي محسن وتشكيل المجلس الرئاسي. هل تتوقع انه في حدث قادم يعدله ويجب علينا ان نركز على هذه النقطة مهمة حتى ما نضيعش وقتنا في امور ثانية؟ ما هو المشهد القادم اللي انت تتوقعه؟ هل في تغيير في شكل يعني قياده؟ هل في تشكيل حكومه جديد؟ هل الحوثيين سيكون هناك سلام معهم، خصوصا وايران هي المسيطر الرئيسي؟ من يقول لكم ان الحوثيين يمتلكوا امرهم وجاهل. الحوثي حتى الحملات اللي تدار اليوم وتحدث اليوم ليست يعني هنالك مصالح دول عظمى هي من تسيطر على جماعة الحوثي وتسيطر على غيرهم. هل تتوقع أنه الفترة القادمة سنشاهد لخبطة في المشهد السياسي كما حدثت مع موضوع المجلس الرئاسي؟ عشان نستوعب، أنا أتوقع أن لا تكون هناك لخبطة بل يكون هناك إصلاح. وزي ما تفضلتي تماما، ليس الآن. متى سيبدأ هذا الإصلاح؟ عندما تتضح الخارطة الدولية للتنافسية القائمة الآن. هناك تنافسية شديدة وحرب تسمى حرب الطرق التجارية. وإشكالية اليمن هي لعنة الجغرافيا التي وضعتنا في هذا المكان. هو من المفترض أن تكون نعمة الجغرافيا لكنها تحولت لدينا إلى لعنة الجغرافيا. وهذا يحصل في كثير من الدول. أحيانا يقول أن النفط نعمة لكنه عندما يكون في دولة غير قادرة على استثماره بالشكل الصحيح كما يحصل في فنزويلا تتحول إلى لعنة. فجغرافيتنا هي نعمة لكنها تحولت إلى لعنة في سياق الصراع الدولي القائم الآن على طرق التجارة. الآن هناك 4 مشاريع مختلفة للاتجاه حتى تعرفوا أين تقع اليمن وأي المشاريع هو الأفضل لليمن. هناك مشروع تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، وهو مشروع الشرق الأوسط الكبير، وهذا الذي يؤيده الأستاذ مستشار اللي حاط العلم الإيراني، لأن خارطة الشرق الأوسط الكبير تضم إيران وتضم تركيا، وهذه مشروعها مختلف عن طريقها أو طرقها التجارية التي تدعمها، مختلفة تماما عن طرق التجارة التي تحاول مجموعة الشرق اللي هي الصين وروسيا وأن تتخذها. أمس فقط ظهر وزير الاقتصاد السعودي وبيقول السعودية الآن لديها يعني طريق حرير جديد، وهذا هو الثالث الآن بوجود الطريق الأمريكي. والطريق الأمريكي يبدأ من إسرائيل، يمر عبر السعودية، ثم ينتقل إلى الإمارات ويدخل بحرا ويتجه إلى الهند، ثم يعود إلى مضيق باب المندب. الطريق الصيني كان لديهم طريق قديم هو مشابه لهذا، يأتي عبر البحر من جوانب السواحل الهندية
ويمر على السواحل اليمنية ثم يطلع في البحر الأحمر، وجوه الجزء الآخر يمر على غرب أفريقيا. هذا الطريق الصيني القديم. الصين الآن بتقدم إلى جانب هذا الطريق طريق آخر، وهو يمر أيضا عبر إيران ثم يصل إلى أوروبا عن طريق الشرق أوروبا، ويصعد من شرق ألمانيا. تفضلي. آخر سؤال دكتور بسألك فيه، يعني اليوم أنت بتتحدث إنه العالم لحد الآن ما اتضحت في الرؤية. أنا في وجهة نظري إنه قد اتضحت الرؤية، وقد هنالك خلاص يعني إحنا واصلين على مشارف، يعني وضع سوف يفرض علينا جميعا. لكن حقيقة اليمن موقعها مهم، مهما قامت من موانئ أخرى وانتعشت سيبقى موقع اليمن مهم، لأنه المحطة التي يمكنك الانتقال منها إلى غرب جنوب آسيا وإلى غرب أفريقيا، يعني فموقع المهم. يا استاذ اسمع خليني استاذ أكمل يا محمد، لا 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 لا، لانه هذا يا شباب لا تحبون طيب دكتور، هذا شكرا يا موضوع عمر. طويل انا في للاسف. عمر، هو سؤالك نفسه اللي قلته انت بتكرره مره ثانيه، ولهذا دعني اكمل في دقيقه عشان خليك نترك كمل المجال بعدين للاخرين. الدكتور الاستاذ هاني، وبعدين المستشار، وبعدين نكمل طيب مع الدكتور. اختم انا في دقيقه واقول لك انه مهما كان لا زالت يعني الامور مبشره بالخير، وانه اي طرق حرير او طرق تجاريه قادمه اليمن ان شاء الله موجود فيها، والمملكه العربيه السعوديه ايضا تدرك باهميه ان يكون في جنوبها وايضا في اراضيها محطتين مهمتين من محطات الطرق التجاريه الكبرى. لكن فلنتجاوز حرب الطرق، لاني قد تحدثت وكتبت فيها كتابات وموجوده في صفحتي، يمكن ان تطلع عليها وفيها تفسيرات كثيره. ما اراه انا، وحتى اكون صادق معكم، ارى بانه سوف يكون هناك وحده ولا وحده، وسوف يكون هناك انفصال ولا انفصال. بمعنى ان الوحده السياسيه والمسمى قد يتم التوافق عليه بحيث يبقى، والوحدة ككيان، أما الانفصالات فستكون في الأجسام الاقتصادية، بحيث أن العمليات المشاريع المستقبلية التي سوف تتم في اليمن سوف تكون اقتصادات منفصلة عن بعضها البعض، وهذا سوف يتم التعاون فيه أظن مع كافة دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن تقوم المملكة العربية السعودية بوضع الخارطة المناسبة لتلك الآلية. شكرا فأنا دكتور، أظن بأننا سنظل في هذا السياق، وأظن أنه سياق مناسب للجميع. خلينا ننتقل للدكتور هاني.